لم تجري الرياح بما تشتهي سفن الوسيط الأوروبي لمباحثات الملف النووي الإيراني. لا تزال مراكبها عالقة بين ضغوطات أمريكية ومطالب إيرانية. المحادثة المكثفة غير المباشرة في العاصمة القطرية بين واشنطن وطهران انتهت دون أن تحرز التقدم المنتظر. يعلن المبعوث الأوروبي آسفاً ويؤكد مواصلة جهوده لإعادة الاتفاق إلى مساره الصحيح بما يضمن أمن المنطقة واستقرارها. كانت هذه المباحثات بغية تحريك المياه الراكدة، لكن الأطراف جميعها أبت دون ذلك، وكل يلقي باللائمة على الآخر. إيران تتحمل مسؤولية انسداد أفق تقريب وجهات النظر، يقول الجانب الأمريكي معربا عن خيبة أمله. فسبب الإخفاق كما يؤكد مطالب إيرانية، منها ما تمت تسويتها ومنها ما لا علاقة لها باتفاق عام 2015. بالنسبة للإيرانيين، فالموقف الأمريكي لا يتضمن استفادة اقتصادية لبلادهم. تسعى واشنطن لإحياء الملف النووي من أجل تقييدها فقط وتحجيم إنجازاتها الاقتصادية. لذلك فهي منتهية قبل أن تبدأ، كما تنقل وكالة تسنيم عن مصادر رسمية. ومع ذلك فالإرادة الإيرانية في مواصلة المحادثات لا تزال حاضرة، كما تؤكد الخارجية الإيرانية. هكذا أخفقت جولة جديدة في إحداث انفراجة وكسر جليد لا ينفك يزداد صلابة. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا من طهران حسام دياب. حسام، دون تحقيق أي تقدم تنتهي هذه الجولة من المفاوضات غير المباشر، يقول أنريكي مورا. نتابع معك حسام الموقف من هناك من طهران. بالفعل، يعني بغض النظر عن انتهاء الجولة في الدوحة وما يدور حولها الآن، يبدو بأنها كانت بالفعل جولة كسر الجليد بعد وقفة طويلة دامت لنحو 3.5 أشهر. الخارجية الإيرانية قالت خلال الساعات الماضية بأن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني سيستمر بالتواصل خلال الفترة القادمة مع المنسق الأوروبي أنريكي مورا وجوزيف بوريل لإجراء ترتيبات لمراحل لاحقة، على ما يبدو لا أحد يعلم ذلك حتى الآن. لكن المعلومات الأولية تتحدث عن أن آخر ما جرى في الدوحة خلال الساعات الماضية هو تقديم مقترحات من الجانب الإيراني عبر الوسيط الأوروبي. ردت واشنطن على هذه المقترحات عبر جملة من الملاحظات. ما سيجري الآن بعد هذه الوقفة على ما يبدو هو مراجعة هذه الملاحظات الأمريكية من قبل الجانب الإيراني، إرسال وجهة نظرها عبر المنسق الأوروبي. وفي حال تلاقت هذه الملاحظات مع المقترحات الإيرانية، يمكن القول حينها بأن ما يجري أو ما جرى خلال اليومين الماضيين هو أمر جيد، ويمكن الحديث عن جولات أخرى. لكن بشكل عام لا أحد يعلم في إيران حتى الآن إلى متى ستستمر هذه المحادثات. البعض يتحدث عن أنها قد تمتد لأسابيع، البعض الآخر يقول بأن حجم المواقف السياسية بين الطرفين قد يعطل مسار المباحثات، أو طرف ثالث يتحدث أيضا عن أن هذه المحادثات قد تسير بشكل إيجابي نتيجة خروج الأطراف أو خروج الوسطاء الأوروبيين من المشهد وحصر المحادثات بهذا الشكل عبر وجود منسق أوروبي بين طهران وبين واشنطن. بشكل عام الأمور، إيران حددت مواقفها في الدوحة على لسان وزير الخارجية الإيرانية خلال اليومين الماضيين. قالت بأن خطوط الحمر الإيرانية هي تحقيق الحد الأقصى من المنفعة الاقتصادية. رمت الكرة في ملعب الأمريكي مرة أخرى، وهي تعلم جيدا بأن أو حجم الضغوطات الموجودة على الرئيس بايدن، لذلك تحمله المسؤولية بالدرجة الأولى لاتخاذ المواقف رغم وجود الضغوطات، ضغوطات الكونغرس داخل أمريكا. حسام دياب من طهران، شكرا لك.